dear participants, guests of the next. الضيوف الكرام في الجلسة التالية للقمة العالمية للجاليات 2022 للجلسة الخامسة حول تأثير المناخ البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة. يسرني أن أفتح المجال للمشاركة للجميع، ونحن قد أعددنا محتوى شيق لمشاركتكم جميعاً، وقد أعددنا مجموعة متميزة من الخبراء لمقاربة هذه المواضيع المثيرة جداً للاهتمام. كما أن العالم يبتعد، وكما نأمل، عن جائحة كوفيد-19، يصبح السؤال التالي: نحن نبتعد عن أو نخرج من الجائحة، ولكن إلى أين؟ إذا ما اطلعتم على الورقة الخلفية لهذه الجلسة، أردنا أن نناقش معكم اليوم مسألة المستقبل، كيف يمكننا أن ننتقل إلى مستقبل أكثر إيجابية، وكيف يمكننا أن نفعل ذلك مع جاليات المغتربين الذين أصبحوا شركاء أساسيين في سياق الاضطرابات التي شهدها العالم وكذلك الفرص. سنتحدث اليوم عن تأثير الجاليات وكيف يمكننا أن نتقبل طرق التفكير الجديدة ونتبناها، وكذلك استراتيجيات الانخراط مع مجتمعات الجاليات، في حين أن تأثير الجاليات في كل القطاعات الحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية ما زالت في المراحل الأولية، ولكن لابد من أن نتحدث عن دور الجاليات في المجالات التي هي معروفة اليوم بالنسبة إلى الأشخاص العاملين في المجالات أو القطاعات المالية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبالتالي فإن تأثير الاستثمار بالجاليات برأينا هو أساسي جدا، فالجاليات هي تصنف اليوم على أنها فئات المستثمرة التي تحدث أثرا. وكيف نحن نستثمر ونترك أثرا من الاستثمار؟ ليس فقط من خلال درء العائدات المالية، ولكن من خلال الحرص على أن المجتمعات تستفيد من ذلك من دون أن يكون هنالك تأثير سلبي على البيئة. وهذا سؤال بالغ الأهمية، وهو يسود جدول الأعمال فيما نحن نتعافى من الجائحة ونحرص على أننا نستثمر في النظم الاجتماعية، ولكن أيضاً بطرق لا تضر بالبيئة وإنما توفر الوظائف الخضراء. إذن جلسة اليوم تطرح بعض الأسئلة التي سنناقشها. أولاً، ما قد تكون التحفيزات التي تستطيع أن تطورها الحكومات لتشجيع الجاليات لتكون شركاء في مجال الاستثمار والتجارة؟ ما هو دور الحكومات؟ ما الذي تستطيع فعله؟ ثانياً، ما هي الهيكليات التي على المؤسسات أن تكون جزء منها لتعزيز هذا العمل وللبناء على الفرص واستغلالها لتعزيز مشاركة الجاليات في قطاع التغير المناخي والبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة؟ ما الذي يمكننا تعلمه والاستثمار؟ ما الذي يمكننا تعلمه إذن من الماضي ومن للمستقبل؟ كل هذه أسئلة للأسف ليس لدينا وقت كثير للتطرق لها. معنا متحدثون خبراء في هذه المجالات، ولكن يسرني أيضا أن أعرف للحكومتين اللتين تستضيفان هذه الجلسة من فيجي، تنطلق النقاشات مع ممثلة فيجي بالإضافة إلى زميلتنا أميليا كوماي سافاي من فيجي. إذن سيشاركها ترأس هذه الجلسة جهة فاعلة أساسية وشريكة في منظمتنا فريدا نتارانغوي، وهي مؤسسة ومديرة سيدي السيركل. وبعد ذلك سيكون هنالك شريط فيديو نستمع إليه من المديرة العامة، وبعد ذلك سوف ننخرط في نقاش عام. من دون أي تأخير إضافي، أود أن أعرف أو أعطي الكلمة للسيدة أميليا، ومن ثم نستمع إلى خبراتكم وتجاربكم، وأيضا ما تودون قوله عن اجتماعنا في سياق القمة العالمية للجالية. أعطيك الكلمة كاميليا. عفواً أميليا. عذراً أميليا، نحن لا نسمعك.
عليك أن تشغلي المذياع من فضلك. ربما أنا أستطيع أن أفعل ذلك. مرحبا، أود أن أحييكم من جمهورية فيجي لبدء نقاشاتنا في الحديث عن التغير المناخي، البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة والاستثمار. هذا هو موضوعنا اليوم. هذه فرصة ممتازة لنا لنعتمد مقاربة شمولية حول كيفية تعزيز الاشتراك المستقبلي في هذه المجالات. إذن إن هنالك عدد من المبادرات التي أطلقت في عدد من الدول وخاصة في دولتنا فيجي، فإن الجهات المعنية تعمل على توفير بيئة مؤاتية تبني نوع من حس الانتماء، وهنالك عدد من الجمعيات التي أنشئت بضرورة البناء على القدرات والاستثمار مجددا في بلد المنشأ، وهنالك إمكانية لتبادل الخبرات وللبناء على إذن الخبرة التي تكتسبها الجاليات للعودة لاستثمارها في بلد المنشأ. ولا بد لنا من أن نشجع البناء على مثل هذه الفرص. في الخريطة هنا نرى صورة للجاليات من فيجي. معظم الجاليات هي في أستراليا وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا، والبعض إذا هاجر إلى بعض الدول الآسيوية الأخرى مثل الصين واليابان. الجاليات الفيجية حاولت أيضاً أن تتجمع في مؤسسات وتبني شبكات غير رسمية على الإنترنت، وهي بالمجمل قائمة على مجموعات الدينية، على المجتمعات المحلية، وعلى نوادي مثل نوادي الرياضية أو جمعيات معينة كما هو الحال في المملكة المتحدة. في دراسة حديثة أطلقتها فيجي مع منظمة الدولية للهجرة أظهرت بأن جمعيات الجاليات لها علاقات وثيقة مع بلد المنشأ فيجي، ويفعلون ذلك بواسطة الثقافة والمشاركة في النشاطات التي تنظمها منظمات الجاليات، وأيضاً تنظيم يوم الاحتفال بفيجي، وأيضاً من خلال التحويلات المالية والأعمال الخيرية مثلاً الاستجابة لحالات الطوارئ، ومنهم من عاد حتى إلى فيجي ليستثمر في البلاد وينشئ مشاريع صغيرة مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم وحتى الاستثمار في الأراضي. منهم من يعود لزيارة العائلة أو لأسباب سياحية، أو منهم من يعود حتى ويبقى بشكل دائم في البلاد. فيجي عرضة للتغير المناخي وأثار التغير المناخي، ونحن إذن التزمنا بمبادرة تخفيض الانبعاثات، ولكننا مهددين بارتفاع مستوى المياه، تسرب المياه المالحة، تدهور الأراضي، الأعاصير وغيرها، وكلها تؤثر بحياة المواطنين في فيجي. وإذا شهدت البلاد مثلا في الفترات الأخيرة أعاصير وصلت فيها سرعة الرياح إلى أكثر من 153 كيلومتر في الساعة وغيرها، وألحقت ضررا كبيرا في البلاد، وهذه تؤثر بحياة الأشخاص ودمرت البنى التحتية للبلاد مثل وسائل الاتصالات والجسر. وفيجي عانت كثيرا
بخسارة قدرت ب 1.4 مليار دولار، وهي تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي لفيجي. وكما قال الرئيس ورئيس الوزراء بأنهما لم يتم اتخاذ نشاطات حاسمة لمواجهة التحدي الأساسي ألا وهو تأثير التغير المناخي، فنحن في عرضة لمزيد من الكوارث والمخاطر. وقد لاحظنا مشاركة جاليات الفيجية في الاستجابة الإنسانية من خلال إنشاء أيضاً، أو تطلب ذلك من الحكومة، وضع نظم قانونية لتنظيم التحويلات المالية، لمشاركة المعلومات، لتنظيم التطوع أو العمل التطوعي، المساعدة في عمل تقديم الخدمات التطوعية، وحتى الدعم العاطفي والنفسي. وكان ذلك قد حدث بفضل وجود حسن من التضامن على صعيد جاليات المغتربين وتعاطفهم مع بلدهم المنشأ. أود أن أركز الآن على التحويلات المالية للجاليات وتأثير التغير المناخي. ومنذ البداية حاولت إذن الحكومة أن تستجيب لمتطلبات التغير المناخي، وقد شاهدنا تجاوباً من جاليات مغتربين التي إذن قامت بتحويلات تشكل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. إذا ما اطلعتم على الأرقام في فيجي منذ العام 2011 وحتى اليوم، ترون أن هنالك ارتفاع بنسبة التحويلات المالية. إذن في شهر يوليو ارتفع نسبة التحويلات بنسبة 4.5%، خصوصا بفضل الأعصار الذي ضرب البلاد، الأعصار وينستون، وكان إذن أعصارا من فئة الخامسة. وكما نرى إذن في الاتجاهات، فإن الأرقام مرتفعة بنسبة التحويلات، أبرزها من المملكة المتحدة وأستراليا، و إذن النسبة متزايدة. إذا طلعنا من فبراير إلى الأشهر التالية في عام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19، رأينا أيضاً ارتفاعاً في التحويلات المالية لتأمين المساعدة في ظل الإقفال الذي فرض بفضل الجائحة وما تأتى عن ذلك. ارتفعت التحويلات المالية والحوالات المالية الشهرية ووصلت 69 مليون في شهر أكتوبر تشرين الأول. إذن من شهر يناير إلى شهر كانون الثاني إلى شهر أكتوبر تشرين الأول، رأينا ارتفاعا من 56.3% إلى 69%، وكما قلت أبرزها من الجاليات في المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة. واعترفت حكومة فيجي بالدور المهم الذي تلعبه الجاليات من فيجي في تأمين المساعدة والمرونة، ومن هنا تم اعتماد مبادرات لتلبية الاستجابة على الصعيد المحلي. وقد تضمن ذلك المشاركة في نشاطات ثقافية مثل نشاطات يوم فيجي، وأيضا المشاركة بعدد من الفعاليات مثل جلسات الحوار، وأيضا مقاربات المجتمعية وغير غيرها، ومشاركة أيضا رئيس البلاد وأيضا قادة البلاد في عدد من الفعاليات التي كانت تنظم بمشاركة الجاليات. وأنشأنا مثلا مشاركة مثلا فعاليات تجارية، مثل مبادرة حكومة فيجي، مساعدة حكومة فيجي، ومبادرة أيضا قمة الأطراف، وغيرها من المشاركات الدولية لحكومة فيجي. وتساهم أو تعترف أيضا فيجي بدور الجاليات في تقليل من نسبة الهشاشة، وأن رئيس الجمهورية
قد إذا تواصل مع هيئة من جمعيات الجاليات الفيجية في الخارج، وفي هذا السياق تم وضع استراتيجيات لتعزيز انخراط الجاليات في الاستثمارات المحلية، وتضمن ذلك تأمين الجنسية المزدوجة لذوي الجنسيات أو أثنى الجاليات من فيجي القائمة في دول أجنبية. وأيضا تم تقديم تسهيلات للاستثمار لكل من يود العودة للاستثمار في البلاد، وكان هنالك إطلاق أيضا لمنصة فيجي الرقمية للأعمال والمؤسسات التي تود أن تتسجل على الإنترنت لكي تنخرط بشكل أفضل وللعودة وللاستثمار في فيجي. وأيضا هنالك مسح أجرته الحكومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وجاليات فيجي في أستراليا أظهرت أن 16.5% من 428 مستجيبا لاحظوا بأنهم أو تبين أنهم استثمروا في فيجي، وقد استثمروا في العقارات والزراعة والصناعة والسياحة بشكل أساسي. وفي هذه الشريحة ترون مثالين عن التزام الجاليات بالاستثمار في مجال مكافحة التغير المناخي. وهذا إذا ما ورد هنا من أجوبة أو في الواقع جوابين ورد في الاستجواب الذي قامت به أستراليا ومنظمة الدولية للهجرة. أما الطريق إلى الأمام فهي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات والتنمية المؤسسية، وأيضا تعزيز دور الجاليات من خلال وضع حوارات واستراتيجيات خاصة بالجاليات، وأيضا تعزيز الحوار والتواصل مع الجاليات ووضع استراتيجية تواصل بين الحكومة الجاليات وتوفير المعلومات حول المساعدة أو الدعم المستلزم في بلد المنشأ لسماح للجالية بتكريس مساعداتها لهذه المجالات. وأخيرا وضع تحفيزات لتشجيع الجاليات على الاستثمار، أولا من خلال تعزيز السياحة للجاليات، إذن دفع مغتربين من فيجي للعودة لأهداف سياحية، أيضا الاستثمار في السوق المحلية وإنشاء أيضا صندوق خاص للجاليات، ومثل مثلا صندوق الجاليات الباسيفيكي في أستراليا الذي يقوم على توفير الأموال من أجل استثمارات من هذا النوع. شكرا جزيلا أميليا، أشكرك على هذه اللمحة العامة الموسعة للمبادرات المحلية ولدور الجاليات في دعم اقتصاد فيجي ومبادرات التجارية والمبادرات الاستثمارية، وأنت عرضت ذلك في بعض الشرائح التحويلات والحوالات المالية والارتفاع فيها. نحن نفهم أن مساهمة المهاجرين والجاليات تتخطى الحوالات والتحويلات المالية، ولكن هذا مثال ملموس ذكرته، وذكرت أيضا تأثير الجاليات على محاولة تخطي تأثير الجائحة والتغير المناخي وغيره. والصور التي تعرضينها هي والتي يعرضها أي متحدث تعطينا فكرة أفضل، وما كنا نسمعه من قصص عن الجاليات لا يتعلق فقط بالحديث عن الجاليات وبأهمية التعامل مع الجاليات، وإنما هذا يظهر ضرورة التحدث وجها لوجه مع الأفراد من الجاليات، وهذا يعطينا فكرة عن التواصل والشبكات التي أطلقتموها. أعطي الكلمة للمتحدثة الرئيسة فريدا تارانغواي، وهي شريك لمنظماتنا. شكرا فريدا على انضمامك إلينا، ونحن متشوقون للاستماع إلى أفكارك وأعمالكم فيما يتعلق بمجال البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة والاستثمار والمناخ. الكلمة لك، شكرا جزيلا مارينا.
أظن أن مارينا لم تذكر بأنني مريضة. لا أعرف إن كان بإمكاني أن أذكر أنني كمريضة، ولكن تركت الأمر لك. شكرا جزيلا. نعم أعرف مارينا بأنك لم تريد أن تذكري أنني مريضة، ولكن كنت على وشك ألا أحضر اليوم لأنني مريضة جدا، ولكن مع ذلك سوف أبدأ بمشاركتكم عرضي لليوم. من فضلكم أمهلوني لحظة. أظن أن هذا الموضوع مهم جدا، فهو مهم جدا بالنسبة إلي، بالإضافة إلى موضوع الجاليات أيضا، المناخ والاستثمار والمسائل الاجتماعية، كلها مواضيع مهمة جدا بالنسبة إلي، لأنني أنا أعمل بشكل أساسي على إذن مكون البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة، والاستثمار هو مجال تخصصي المهني، وبالتالي أظن أن هذه المواضيع مهمة جداً بالنسبة إلي، وفي الواقع يسرني أن أكون معكم. ربما أفضل طريقة للبدء هي بإطلاعكم بعض الشيء عن مؤسسة زيدي سيركل. يسرني أن أكون قد شاركت بزيدي سيركل كعضو من الجالية، وأنا تطرقت إلى المشاكل التي رأيتها المتعلقة بالجاليات، رأيت ثغرة في ريادة الأعمال وطريقة مشاركة الجاليات في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، أكان بلد المنشأ أو بلد الوصول أو بلد الإقامة. وطبعاً هذه طريقة جيدة للاستثمار ولاستغلال الخبرات المتوفرة، ليس فقط في بلد المنشأ ولكن أيضاً في بلد الوصول. كنت إذن أنا لا أتحدث اليوم فقط كرئيسة تنفيذية، ولكن كعضو من جاليات المهاجرين. إذن زيدي سيركل مشاركة في العمل الوثيق مع الجاليات، ونحن نعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما كانت مارينا تقول نحن من شركاء المنظمة، ونحن رأينا الكثير من رواد الأعمال الذين عادوا إلى دول المنشأ، ولكن في مرحلة ما أرادوا أن ينشئوا إذن مؤسساتهم، ولكن واجهوا بعض المشاكل، وبالتالي أردنا أن نوفر المعلومات الخاصة، وهذا بناء على دراساتنا في أفريقيا. وأيضا رأينا أن هنالك فرصة لتوفير التدريب المهني بعودة هؤلاء، يعودون إلى بلد المنشأ، ولكن مع ذلك يواجهون الكثير من التحديات، ومن هنا جاء دور الاستثمار. طبعا حاول هؤلاء أن يجمعوا الأموال من المؤسسات المالية التقليدية القائمة، ولكن أود أن أقول بأن ليس فقط الجاليات التي واجهت مشاكل، هنالك أيضا مشاكل واجهها رواد الأعمال المحليون أيضا، وهذا ما ركز عليه مشروعنا زيدي سيركل. ومن هنا طرح السؤال، كيف نسد الثغرة بين قلة التمويل ورواد الأعمال والنظم الاقتصادية المؤاتية واشتراك المهاجرين أنفسهم للمضي قدما؟ إذن لهذا وضعنا البرامج الخاصة مسافرة بلانت، حيث عملنا على الجاليات في مجال ريادة الأعمال، عملنا في هولندا، في ألمانيا، في غانا، في أثيوبيا، في كينيا، ونحن فخورون لأن معظم المشاركين، إذن أنا لم أذكر أيضاً الهند على الشريحة أمامكم، ولكن الهند أيضاً هي إذن من الدول التي شاركت، وبالتالي لن أهدر وقتكم بالحديث عن مؤسستنا فقط، نحن هنا للحديث عن موضوع بالغ الأهمية، وأردت أن أبدأ إذن تقديم هذا الموضوع، موضوع ريادة الأعمال. فهناك الكثير من رواد الأعمال، أكثر من 350 جامعية من الجاليات أنشأت مخيمات.
ونحن تحولنا إلى برامج فيما يتعلق بالاستثمار وبرامج الاستثمار، وبالتالي فهو مشروعنا، وبالتالي كل الشتات وكل المغتربين يريدون أن يساهموا وأن يشاطرون بعض الموارد. ليست هناك بنية، ليس هناك تدريب، وبالتالي لم تكن هناك معرفة بطريقة القيام بهذه الاستثمارات. هذا البرنامج تم وضعه من أجل نوعا ما رأب ذلك الشرخ، وذلك من خلال التمكين في سبيل المزيد من الاستثمار. وبالتالي لن أتحدث الكثير عن الجانب المقاولات وجانب المشاريع، ولكن هناك طبعا أريد هنا أن أتحدث عن الأمور الممارستية، ويمكنك أن الناس يجون إلى الكثير من السؤال الأول كان دائما كيف يمكننا أن نساعد في مجال الصناعة البلاستيكية والتي تشكل مشاكل، وكيف أن هذه المنتوجات تؤثر نوعاً ما في البيئة، وكيف يمكن أن نساهم في حل هذه المشكلة. هناك الكثير الذي يمكننا أن نستفيده من المغتربين والجاليات، فهناك غنى في المعلومات، وهناك إمكانية أيضاً الاستثمار، هناك الموارد، لأننا في الممارسة حتى وإذا أعطينا الكثير من المال لشركة معينة فليست هناك أدمغة جيدة لكي تقوم بتيسير وتسيير هذه الشركات، وليس هناك حل سريع جدا إن لم يكن لديك هناك استثمار. وأعتقد على أنه على مستوى اللاجئين ومن بين المستثمري هذه الأخيرة هناك الكثير من المال المتوفر، وهكذا هذه الأمور التي يحتاجها المستثمرون، وهذا المال يجب طبعا أن نستعمله. ونعمل أيضا على تحويل الأموال وفرص تحويل الأموال، فإذا رحينا هذه الأرقام في 2020 والتي هي بملايين الدولارات أو ملايين الدولارات، فهناك الكثير من الأموال التي يتم توجيهها إلى إفريقيا وتحويلها من قبل أولئك الذين غادروا هذه القارة. فإن نيجيريا تتلقى ما يزعم 17 مليار وغانا 3 ملايير ونصف وما إلى ذلك، ولكن المسألة هنا هو كيف يمكن أن نستعمل هذا المال لكي يكون لذلك تأثير إيجابي في إفريقيا، وكيف يمكن لذلك أن يساهم في تنمية الاقتصاد حسنا. وللقيام بهذه المسألة فإننا وضعنا برنامجا، هذا البرنامج هو ما يعرف بGreen Venture أو المشاريع الخضراء، والذي يدعمها الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفير أو سفارة هولندا في غانا. كثيرون هم الشركاء الذين يعملون في إطار هذا المشروع من أجل تطوير الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة، ووضع مقاولات متوسطة وصغيرة لمساعدتها لكي تندمج في الاقتصاد الأخضر، وخاصة فإن الفكرة هي أن نقوم بكل ما يتعين لكي تستطيع هذه المقاولات أن تتطور وأن تكون موجودة وأن تؤثر فيما يتجاوز نشاطها الفعلي. ومن ثم فإننا وضعنا هذا البرنامج مع الـ SMV، وذلك من أجل جعل إشراك الغنيين الذين يعيشون في الخارج. وهنا يمكنكم أن تروا أهداف هذا المشروع، حيث أن لما انطلق هذا البرنامج في السنة الماضية في آخر رباعي كنا نعتقد
أنه قد سيكون هناك الكثير من الاهتمام في غانا بالنسبة لهذا النوع من المشاريع، ويجب أن نعلم على أننا تلقينا طلبات للمشاركة في هذا البرنامج ليس فقط من قبل الغانيين في المحليين في غانا، ولكن أيضا لمجموعة من الأشخاص الآخرين خارج غانا. فهناك بعض الأشخاص الذين اهتموا بهذا المشروع على مستوى المؤسسات المؤسسي وعلى مستوى المملكة المتحدة أيضا، ولهذا فإننا كنا أو فاجأنا هذا الأمر نوعا ما، وفاجأنا الاهتمام الذي نتج عن ذلك سواء لدى الغنيين أو خارج هؤلاء أو اللاجئين أو الجالية الموجودة في الخارج. وطبعا من بين المشاكل التي واجه هذا المشروع هو غياب المعرفة أو قلة هذه وعدم كفاية هذه المعارف. فعندما تكون أنت مستثمرا ورئيسا لمقاولة معينة فهناك بطبيعة الحال غياب للمعرفة، فيجب أن نبني القدرات لكي نستطيع أن نفهم كيف يسير الاقتصاد الأخضر وما هي الأنشطة التي يمكن أن نضعها في إطار هذا الاقتصاد الأخضر. وقد كان ذلك بمثابة بداية لهذا المشروع الذي يهم أساسا مسألة تكوين على مدى 8 أسابيع بشكل افتراضي، وذلك بنظر الوضع الحالي. فلقد كانت هذه الوسيلة الوحيدة لكي نقوم بهذه الأسابيع 8 لتكوين، ويستعملون في هذا التكوين بعض الأمثلة الفعلية من والحقيقية من مقاولات تم تأسيسها في غانا وخارجها. ففي غانا لدينا طبعا بعض المقاولات الناشئة في المجال الأخضر أو البيئي، في مجال الزراعة، في مجال الإنتاج الغذائي. إذن هذه مقاولات موجودة سلفا، فهي متوفرة، فهي يتم استعمالها كدراسات للحالة وبعض الأمثلة الفعلية والملموسة عوض أن نقوم بتكوين نظري. ولكن يكون هذا التكوين متجدر في واقع الحال وواقع الأمور. وفضلا عن هذا التكوين الافتراضي لدينا أيضا بعض التمرينات وبعد التجارب النموذجية والممارساتية، وهناك دعم في مجال الاستثمار وكل ما يمكن أن يتم وضعه فيما يتعلق بالمسؤوليات. وهنا مجزوءات هذا التكوين كما ترونها، ويمكنكم أن تلاحظوا هنا أننا نبدأ بالمجزوءة الواحدة التي هي الأمور الأساسية، ثم البدائل في المجزوءة الثانية، ثم المجزوءة الثالثة كيف يمكن أن نوضعها نوعا ما الصفقة معينة، ثم وكذلك الاستثمار في المجزوءة الرابعة، وذلك مع راعي لذلك بين معقفتين. طبعا هذه هي المنظومة المتكاملة أو الإيكو سيستم، وحيث أننا لدينا من جهة الاقتصاد الأخضر، أي أن لدينا مجموعة من المقاولات. بالنسبة للاقتصاد الأخضر يمكن أن نشاهد فيه كثير من المقاولات التي تولد من الصفر، ثم هناك بطبيعة الحال المغتربين أو الجالية التي هي مصدر للمال ومصدر للخبرة، حيث أن هناك استثمار مادي وأيضا في إطار المشاركة. ثم هناك المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثلا نحن نهتم بغرب غانا في أشانتي، وهناك أيضا سلسلة من المساهمين الذين يصبحون جزءا من هذه التعاونية والتي يمكنهم أن يتدخلوا. لعل ميزة هذا النوع من التكوين، هذا النوع من التدريب، هو أننا احتجنا بعض الوقت بطبيعة الحال، ولكن نحن نجد أنفسنا في وضعية استطعنا من خلالها أن نضع بهذه التدريبات تعاونية، فهي تعاونية استثمارية أو لنقول على أنها وعاء للاستثمار، تتكون من متعاونين وهم أعضاء فيها. وهذه البنية التعاونية لديها ميزات إيجابية
بل أكثر من ذلك، حيث أنها يمكن أن تكون في إطار وحدة قانونية أو شخصية قانونية، ويمكنها أن تضم الجميع من كافة أنحاء العالم. من يكفي أن يكون عضوا في تعاونية لكي يستطيع أن يستثمر. عندما أن تكون عضوا في تعاونية معينة فإنك بشكل سريع تسمى مستثمرا وتحظى بحصة من هذه التعاونية منذ البدء. إذن المال يتم ضخه ويتم وضعه بشكل مباشر من طرف مختلفي المتعاونين، حيث أنه يتم شراء حصص في هذه التعاونية بشكل مباشر. ليست هناك مصاريف للموثق أو لمن يقوم بإبرام العقد وهكذا، فإن الحصص هؤلاء المتعاونين يمكن نقلها بشكل سريع، ليست هناك مشكلة بالنسبة للسيولة. هذه هي هذا هو الهيكل الذي تم وضعه من الناحية القانونية. هناك مجلس الإدارة في الأعلى، وهذا الأخير يقوم بإدارة وتسيير الهيكل برمته أو تعاونية برمتها. ثم إلى اليسار لدينا المستثمرين، ثم هناك ZDSA والتي هي مكلفة بالتكوين، ثم هناك أيضا لجنة الاستثمار التي نجدها في الوسط، ثم هناك أيضا تعاونية ZD Circle أو دائرة ZD، وهنا يمكن للمتعاونين يتدخلوا. ثم هناك المال الذي يتم وضعه من أجل تمويل مختلف المقاولات الناشئة والمشاريع الناشئة. هؤلاء هم أعضاء مجلس الإدارة. فهناك ديدريك وهو من هولندا، ثم كاثرين ديل فهي ألمانية، ثم ديفيد بواتينغ فهو أمين المال فهو غني ولكن هو يوجد في هولندا، وأيضا فريدا المتحدثة ذاتها أيضا. هكذا نحن نعمل في إطار هذه التعاونية. من يمكن أن يكون عضواً؟ أفراد، مجموعات، شركات، مقاولات، ومهما أينما تكون في العالم يمكنك أن تشارك في هذه المغامرة الكبيرة جداً. وبمجرد أن يكون هناك فرد معين أو تكون هناك شركة تريد أو ترغب في الاستثمار أو تستثمر فعلا، يكون التأثير مباشر لأن المال متوفر ويتم وضعه بين يدي مختلف الشركات أو المقاولات أو المشاريع. هذه دائماً أو ضع يتم خلقها بناء على علاقة مباشرة، فأنت عضو في هذه التعاونية ويمكنك أن تدعم شركة أو مقاولة دون غيرها. لو تهتم في مجال البلاستيك فإنك تقول أنا متعاون أريد أن أستثمر، وهذا المال أريد أن أستثمره في مقاولة معينة في منطقة معينة، فهناك مقاولات أو شركات التي تمول والتي تقوم بإعادة تدوير البلاستيك وتحوله إلى مادة أولية وما إلى ذلك. ولدينا كثير من الأمثلة. فلدينا مثلا هناك شركة أسستها أو مقولة أسستها النساء بشكل حصري، حيث أنها تقوم بتحويل المنتوجات الغذائية الأساسية. مثلا هناك مركز الطماطم والبندورة وما مشروب البندورة طماطم، ولكن لدينا مجموعة من الأشخاص. فهناك من شعلوا ميكروفونهم، وهنا أريد أن أصل إلى منتهى مداخلتي. إذن هي منظومة متكاملة، أو أي أنها ونحن نتمنى أن يكون لديها تأثير جيد، حيث أن هناك جانب التدريب كمحور أول، ثم هناك الاستثمار. وبالنسبة لي الجالية التي تستثمر والتي تتدخل في هذا الإطار بالنسبة للمقاولات أيضا في غانا، وهي منظومة تعتبر مفيدة
بالنسبة لكافة المتدخلين والفاعلين. هناك بطبيعة الحال مناطق أخرى يمكنك أن تستثمر في كينيا مثلا، وهذه هي التواريخ البرامج المقبلة التي ستكون في نهاية أبريل، وهذه نهاية مداخلتي، وأنا رهن إشارتكم وإشارتكن إن كانت لديكم لديكن أي أسئلة وأي اهتمام. هكذا هذه دراسة الحالة التي أردت أن أقدمها لكم، وأعتقد على أنها وسيلة عملية في لمساعدة الاقتصاد الأخضر في بلداننا على التوالي. وبالتالي شكرا فريدة. ومن هناك أيضا شريك آخر كينغسلي، والذي سيحدثنا عن التشبيك، وبالتالي مداخلتك تعتبر نوعا ما هي نوع من الدرس الممكن من حيث ما قدمته. فهناك الكثير من المقترحات والكثير من الهيكلة وطريقة الطريقة التي عملتم بها من أجل دعم مبادرات من هذا القبيل، وكيف أنتم خلقتم نوعا ما بيئة مثالية للجالية. و في غياب المعرفة فهناك إرادة للدعم في الوقت الذي لم تكن هناك هيكلة، لم تكن هناك معرفة. ونود أن أشكرك من قبل الجميع. قد لا تستطيع أن تكوني معنا، ولكن استطعت في نهاية المطاف أن تشاركينا. وقبل أن نسمح لك بالانصراف، ربما أريد أن أطرح إحدى الأسئلة التي وضعتها في البداية. أنت هي الشخص الذي يقوم بتمثيل هؤلاء هذه الجالية وبمبادرات، فهذه تهم الكثير من الحكومات في هذا البرنامج. لماذا لا نبدأ في تفكير بما هي الأمور التي يمكن للحكومات أن تقوم بها بشكل ملموس لتهيئة استراتيجية والبرامج من خلال تجربتكم؟ من هل لديكم شيء ملموس واحد أو اثنان أو ثلاثة يمكن لكل حكومة أن تقوم به، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التزام أفضل وإشراف راكن أفضل لكي يسهل عليكم المشاركة في هذا المجال؟ شكرا جزيلا. طبيعة الحال لقد قمت بذلك من ناحية الملموسة، وقد تعاملت مع الحكومة، وهناك دائما الكثير من الأمور التي يمكن أن نساعد فيها، وذلك من أجل فيما يتعلق بالبنية التحتية. عندما تحدثت عن المغتربين المشاركة في الاقتصاد، فبالتالي قد لاحظت ما قامت بحكومة الفيجي، وهذه مسألة جيدة جدا، ولكن كيف نيسر الأمور للجالية للمغتربين؟ حسنا، أحيانا عندما نتحدث عن الحكومات وعن المغتربين أو الجير، فهناك مثلا المغتربين في البلدان الغربية ولذلك في هناك آخرون في بلداننا، ولكن حسب تجربتي فهناك طبعا مغتربين بالنسبة لكل بلد معين. والأمر الذي يمكن أن نقوم به هو أن نجعل البنية التحتية تسير بشكل جيد، أو كيف يمكن أن نيسر لهؤلاء المغتربين من حيث وضع السياسات ومن حيث تيسير الاستثمارات. مثلا حكومة غانا كانت داعمة بشكل كبير لمبادرة من هذا القبيل، حيث أنها وضعت لجنة للاستثمار، وهذه مسألة جيدة، وهي دي نقطة عملية يمكن أن نبدأ بها. ثم هناك أيضا المبادرة ببعض الأنشطة لأن هؤلاء المغتربين يريدون أن يشاركوا، ولكن لا يعرفوا كيف وأين سيشاركون. ضعوا البرامج، جعلوا هذه البرامج واضحة وساعدوهم لكي ينخرطوا فيها، أن تكون بيئة ممكنة، وأن يكونوا جزء لتجزء من العمليات من حيث خلق هذه البرامج، فإن ذلك سيكون رائعا جدا. بطبيعة الحال نحن عملنا على السياسات، فهي مهمة. التشريعات تعتبر حاسمة ومهمة أيضا من حيث تجربتنا فيما يتعلق بالحديث مع كافة المعنيين، حتى مسألة المواطنة. فإذا كنت مثل مواطن في بلد آخر، فإنك ربما ستكون في فئة استثمارية مختلفة
مختلفة. إذن هناك مسألة الاستثمارات بين متعددة الجنسيات، وبالتالي البنية التحتية والبرمجة، هذه هي الأمور التي تجعلنا نجرب البرامج التجريبية ثم بعد ذلك نشر هذه المبادرات. كان الأمر رائعا جدا ما قدمتني. هناك الكثير من الزملاء الذين ربما هناك من يريدون أن يطرحوا عليك الأسئلة، المرجو أن تضعوا أسئلتكم ربما دقيقة أو دقيقتين، وفي نفس الوقت سنستمع لشريط فيديو والذي هيئناه. وها شريط الفيديو هذا أيضا فهو مهم جدا، حيث أنه يستكمل ما بدأته سيدة ميليا ومن صاحب سعادة سيد دوتوكو، من فهو المفوض السامي للفيجي لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ولدى زملاؤنا من الفيجي. لنستمع لهذا شريط الفيديو ويمكن للجميع أن يستمر في صياغة أسئلته عبر صندوق الدردشة. السيدة المتحدث، السيدة المتحدثة السيدة توماس، السيدة الميسرة للجلالة السيدة فريدا ترانغوي، أصحاب السعادة سيداتي وسادتي، صباح الخير من الفيجي وأحييكم. لدي أنا سعيد لأن الفرصة لأتحدث في هذه الجلسة المتعلقة بالجالية، خاصة في متعلق بالمناخ وفي الجانب وبالاستثمار الاجتماعي والبيئي، وهذه تعتبر إحدى رافعات الاقتصاد والاستثمار في بلدنا، في بلد صغير ونامي. لعل الجانب المتعلق بالتنمية في الفيجي فقد عززت مساهمات الجالية فيما يتعلق بالتحويلات والاستثمارات وكذلك بالنسبة للإدخار، فإن هذه التحويلات تعتبر قوة مالية، بعد ذلك مساعدة رسمية وغير رسمية في مجال التنمية في بلدنا. أريد هنا أشير إلى دراسة استقصائية التي تم وضعها في الفيجي في 2017 في المملكة المتحدة كأساس لفهم ديناميكية قطاع الجاليات والمغتربين في أوروبا، وكوسيلة لكي نطور بها ونعزز ونضيف المزيد من الاستثمار إلى أقصى حد. وقد تم تغطية مختلف الممارسات وتحفيزات وكذلك العراقيل التي همت الاستثمارات والتي تعاملت مع بعض الآليات ذات الصلة. هناك بعض النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة، فهناك اقتراحات، حيث أن فهناك 94% من الذين تحاورناهم يبعثون المال للأسر والعائلات، وحوالي 60% توجهوا نحو الاستثمار للمزيد من الاستثمار في الفيجي، وذلك من أجل الإفادة الأصدقاء والمجتمعات المحلية، والتي فبالتالي رسالة بعث المال يكون بطريقة غير رسمية، نبعث المال للأقارب وللأصدقاء، ولكن هناك طلب وارد لأمور أخرى. ونحن نعتقد من جهة أخرى كما قال ذلك الكثير من هؤلاء الناس، فهناك إرادة للاستثمار ليس من حيث بعث المال، ولكن أيضا من أجل وضع بعض الأموال وضخ بعض الأموال الخاصة، وذلك ما يقوله الناس لنا لكي ندعم الأنشطة الزراعية وغيرها في الجزيرة في الفيجي. وهكذا فنحن لا نعرف من جهة أخرى وللأسف ما هي الطريقة المثالية للقيام بذلك. فعلى مستوى حكومة هناك أولوية وهي تيسير وتسهيل هذه الاستثمارات عندما تكون ممكنة، ونعتقد على أنه يمكننا أن نضع آليات للاستثمار على المدى البعيد، فنحن ربما نتعامل مع المدى القصير، ولكن هناك من جهة أخرى هناك أهمية بالنسبة لتأسيس شركات. الكثيرين يريدون أن يستثمروا المال، ولكن أن يستثمروا في معرفهم لخلق هذه المؤسسات وهذه المقاولات. هذه الدراسة تبين أن هناك فرص، وأننا يمكننا بالتعاون مع
المنظمة الهجرة العالمية وبعض الفاعلين الدوليين أن نطور ونختبر وأن نفعل حلولا جديدة لكي نستطيع من خلالها المساهمة في تطوير اقتصاداتنا في محيط وسمته كوفيد 19. وهكذا فإننا نعمل مع منظمة الهجرة العالمية أن نتعامل بعض المشاكل التي نواجهها وكذلك نتعامل مع الفرص المتوفرة. ونتمنى أن نستطيع وأتمنى أن نكون قد ساهمت في أفكاركم بهذه الكلمات القليلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذا شريط الفيديو. فالأمر رائع جدا عندما يتم التواصل بيننا في هذا الفضاء الافتراضي. أود دائما أشكر صاحب السعادة على هذه العبارات، فقد نسيت أن الأمر يتعلق بتسجيل، وبالتالي أنا أبلغه تحياتي على هذا الخطاب الرائع. وبالتالي ربما قد يستغرقنا في الأمر أكثر من ساعة ونصف، ولكن سنتحول الآن للمشاركين ونشجعهم لكي يتعاملوا معنا. فلدينا ما حوالي 70 من المشاركين، بعضكم لديهم تجارب في هذا الإطار، وربما عندما كنا نهيئ هذه الجلسة فزملاؤنا من الفاو كانوا على اتصال بنا، وقد هناك دومينيك هذه الفرصة، ونحن طبعا سعداء أن تكون بيننا كمضيف مشارك معنا، وربما يمكنك أن تتدخل أنت بنفس الروح التي أنت بها معنا أثناء هذه الجلسة. أتمنى أن تكونوا تسمعوني بشكل جيد. شكرا مالفينا. أود أن أبدأ أولا بشكركم وبشكر المتحدثين، وأود أن أشاطركم طبعا حماسكم، وأعتقد على أن هذه الجلسة تعتبر غاية في الأهمية منذ ما تم تقديمه من قبل الفيجي لغاية الفيديو الذي تم تقديمه. أعتقد بطبيعة الحال هناك الكثير من الأمور التي علينا أن نقوم بها لكي ندعم بها استمرار وتطوير البنى الموجودة في المجالات الزراعية في بلداننا، وذلك من أجل نقل المعرفة والخبرة. يمكن أن نقوم بالكثير في هذا الإطار لكي ندعم كل أولئك الذين ينتجون الغذاء والتغذية في المناطق الريفية. نحن نلعب دورا في الأفاو، فإن لدينا مبادرة نحن مثلا في تاجكستان، فنحن ندعم وزارة العمل والمهاجرين والتشغيل، وذلك من أجل وضع بعض النظم التي تسمح بأن نضع استثمارات ومن أجل تطوير السوق وأيضاً الابتكار وما إلى ذلك. والإفيو تفكر أيضاً في بعض الدراسات أو تقوم بدراسات الجدوى في 6 بلدان أخرى كسلفادور، هندوراس، غواتيمالا، أرمينيا، وتاجكستان، وغانا. وفي أوغندا مثلاً فإننا نعمل على تيسير المساهمة المالية وغير المالية لهؤلاء المغتربين في قطاع الصناعة الغذائية مع الرفع في الحوار في هذا الإطار. فهذا يهم الكثير من المشاركات كتعزيز تمثيلية المهاجرين في حوارات متعلقة بالسياسة أو في الصناعة الغذائية أو الاستثمارات على اختلافها في هذا المجال. أود أن بعد هذه الجلسة هناك حدث موازي. ولدينا أيضا مشروع في زيمبابوي بدعم مساعدة الهولندية، ومن أجل الرفع من إمكانيات المغتربين، وذلك بوضع سياسات للتكيف
وبالتالي أريد أن أقول في ختام لكي لكي نصل إلى إمكانيات فإننا وللمساهمة في فإن هناك من الأساسي أن نرفع من مساهمة الجاليات في كافة الاستثمارات المتعلقة بالجانب البيئي وفي الجانب المعرفي. أود أن أشكركم على دعوتنا للالتحاق بكم. شكرا جزيلا. I don't know why we have the session station showing thank you. I don't think we شكرا. لا أدري لما تبرز أمامنا شاشة شكرا. ما فهمت أنه ما زال أمامنا بعض الوقت. على أي حال شكرا دومينيك. إنه لمن المثير فعلا للاهتمام أن نرى في منظمة مثل منظماتنا ونحن نعمل مع مشاركة الجاليات منذ سنوات طويلة، وكان لدينا برامج متعلقة بدعم عودة المواطنين ذوي المهارات العالية إلى بلد المنشأ. وخلال السنوات الأخيرة ما رأيناه هو التركيز على قطاعات محددة ملموسة، وكما كانت تقول فريدا، هذه البرامج والأمثلة الملموسة تجعل الفكرة أوضح. وعندما نتحدث عن مجتمع أو بلد أو مجتمع فعلي ونقدم مثل هذا البلد أو المجتمع، تصبح الفكرة أوضح وشيقة لمناقشتها، فيبدو ذلك وكأنه أمن نستطيع أن نتفاعل معه كلنا. شكرا دومينيك. من وجهة النظر المتحدثين الذين أرادوا أيضاً المشاركة، وصلتني معلومة أن بيتر كوك من ائتلاف الدولي للجاليات مهتم أيضاً بالمشاركة معنا. أعطيك الكلمة بيتر لتشاركنا أفكارك، تعليقاتك حول هذه الجلسة أو أي موضوع آخر. أعطيك الكلمة بيتر. شكراً جزيلاً مارينا، وأمل أن زميلتنا ستتحسن حالها عما قريب. يسرني وأنه لشرف لي أن أنضم إليكم. سأعطيكم قصة شخصية. عندما كنت شاباً توجهت إلى اسكتلندا للدراسة، ولأنني كنت مدون سن 18 كان هنالك حارس أو مرافق يرافقني، وهي كانت أستاذة من فيجي، وأنا عشت في منزلهم لفترة طويلة لسنوات عدة، أتعلم منهم عن الثقافة المحلية وغيره، وأنا لهذا أحب الركبي كثيرا، وأمضيت وقتا مذهلا لتعرفت فيها إلى أميليا والفريق من فيجي. أردت أن أعطيكم مثالي، ولكن هذا جعلني أتساءل، ربما جاليات المغتربين تستطيع أن تكون أو أن تلعب دور السفير الذي يحضر المزيد من التأثير، ليس فقط الفرص المتاحة، ولكن هناك فرص أخرى مثل سياحة الجاليات. ورأيت نفسي أشعر برغبة للتوجه إلى فيجي مجدداً للسياحة، للاطلاع على فيجي مجدداً. وربما هنا أود أن أسأل إن كان هنالك من فرص للجيل المستقبلي أو الأجيال التالية للمشاركة في منظمات الجاليات بطريقة أفضل، حيث يمكننا أن نقوم بمشاريع عظيمة أكثر. إذن أعطيكم فكرة أو أفضل عن ائتلاف الدولي للجاليات. نحن نتواصل مع الجاليات في مختلف أنحاء العالم، ودورنا هو تعزيز العلاقات بين منظمات الجاليات والجهات الفاعلة، خاصة المنظمة الدولية للجو والحكومات المحلية. إذن هذه فرصة بالنسبة إلينا لرفع الصوت، وأنا ممتن جدا للأصوات التي سمعتها. ونحن نفكر كذلك في تأثير الاستثمارات، فهناك أمثلة ممتازة ليس فقط من فيجي وإنما من ائتلاف جمعيات الجاليات، ونحن من منظورنا نحاول أن نروج قدر الأمكان أفضل الممارسات المأخوذة من كل الدول من كل جمعيات الجاليات في سياق هذا العالم عمل. وأيضا نحن لسنا الوحيدين الذين
نواجه التحديات فكلنا مع نواجه التحديات، وربما من الأفضل أن نعمل معا لوضع مقترحات لأفضل الحلول حول إمكانيات مستقبلية ربما يمكننا أن نستغلها لجمع المزيد من جمعيات الجاليات ببعضها البعض، ليس فقط من فيجي وإنما من كل الدول. شكرا مجددا على إطلاعنا على الأثر الذي تركته فيجي، وأشكر كل المتحدثين معنا اليوم. هذه كانت فرصة ممتازة، وأشكركم أيضا على إعطاء الفرصة لمشاركتكم خبرتي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بيتر على مداخلتك وعلى قيادتك في جمع جاليات أو جمعيات الجاليات معا. بالنسبة إلينا كانت هذه مرحلة محورية أساسية، لأننا اطلعنا على الجاليات المختلفة من مختلف أنحاء العالم والعمل الذي تقوم به، وهذا حفزنا لكي نقوم بمزيد من العمل. ولكن لم تحظى كل الدول بفرصة رؤية جاليات أو جمعيات الجاليات تنضج وتتطور، فهنالك أحياناً نقص في المعرفة وفي المعلومات وفي الفهم. فجمع هذه الخبرات معاً والتعلم من بعضنا البعض وتعزيز هذه الروابط لا يعني ذلك أن شيئاً لم يتم خارج هذه الاتحادات وجمعيات الجاليات. طبعاً الجمعيات المنفردة قامت بأدوار ممتازة. فيوم الاثنين المقبل في الجلسات التي حددناها، عندما يبدأ القسم الوزاري أو الجلسة الوزارية بعد الجلسة الافتتاحية، هناك جلسة مخصصة للتعلم من جاليات حول العالم وجمعيات الجاليات وما يعني أن تصبح الجاليات منظمة بشكل أفضل واستغلال خبراتها والاطلاع على شخص من فيجي مثلا. أنا لم يتسنى لي شرف أن أزور هذه البلاد وأن أطلع عليها، ولكن هذا ما يحصل عندما يسافر أشخاص وينتقلون إلى آخر يصبحون سفراء بلدهم، هم يشاركون خبراتهم وتجاربهم إلى ما هنالك. إذا نحن نتوق أيضا للاستماع إلى مشاركتك في الرابع من أبريل نيسان يوم الاثنين المقبل في الجلسة المخصصة لذلك. أود أن أعطي أميليا الفرصة للاستجابة أو للرد على بعض التعليقات أو ربما للإشارة الخاصة التي أشيرت لفيجي، إذا ما أردت أن تجيب بشيء أو أي شخص من جانبكم إذا أراد أن يشارك بأي تعليق أو ملاحظة حول ما قاله بيتر أو غيره، وإلا سوف أعطي الكلمة للجمهور. نحن لا نسمعك بعد، عليك أن تشغل المذياع على الكمبيوتر. عليكم أن تضغطوا على أنميوت. نحن لا نسمعك أميليا، ليس هنالك من صوت، لا يصلنا الصوت. ربما عليكم أن تشغلوا الصوت على الكمبيوتر. في هذه الأثناء سوف أراجع الأسئلة في صندوق الدردشة، إن كان هنالك من أسئلة واردة أو إن كان هنالك من أيد مرفوعة، إن كان أحد يود أن يقوم بأي مداخلة أو تعليق في هذه المرحلة. تانيا، هل تودين أن تعلقي حول ما ورد في صندوق الدردشة إذا ما ورد من سؤال أو غيره؟ لا أرى أي تغذية مرتدة أو سؤال أو تعليق في صندوق الدردشة. حسناً، جيد، شكراً جزيلاً. إذن دعونا نشجع الزملاء الذين هم معنا اليوم ليستغلوا الفرصة لطرح الأسئلة على أي منا، وهناك أيضا منظمات أخرى حاضرة مثل بيتر أو دومينيك من منظمة فاو، يمكنكم توجيه الأسئلة إلى أي منها. ولكن في هذه الأثناء أعود إلى السؤال التالي والذي كنا نأمل أن نتمكن من الإجابة عنه ولمناقشته، وربما نطرح سؤال على الحضور للإجابة عنها. هل يمكن أن نتوقف عند موضوع تأثير استثمار الجاليات؟
فهذا موضوع يشغلني لأن هذا مجال استثمار جديد خاصة التأثير على أو عفوا التركيز على الاستثمار الذي يخلف أثرا. فهذا ما نراه يطرأ هنا في سويسرا. هنالك الكثير من المنظمات التي تروج لنفسها على أنها ذات استثمار يخلف أثرا أو impact investment وأنها تتوائم مع التأثير الاجتماعي والبيئي. وهناك الكثير من المنظمات التي تضع مؤشرات لقياس امتثال بعدد من الأهداف مثل أهداف التنمية المستدامة، أجندة العمل أو خطة العمل 2030 هي مصدر وحي نحو تحقيق هذه الأهداف. ولكن في هذه الأثناء هنالك حاجة إلى أن يكون الحلم الموسن أكثر. هل هنالك من أحد من الجمهور؟ أنا أطرح سؤال على كل الحضور الآن، إن كان أحدهم يكون مستعدا ربما للتعليق على المقترح الذي قدمته الآن، وهو أن استثمار المستثمرين من الجاليات هم أفضل تمثيل للاستثمار. ولدي نظريتي هنا لمدى أعتقد الأمر على هذا النحو، ولكن أريد رأيكم، هل تتفقون أم لا تتفقون معي؟ إذن هل هذا السؤال يعتبر صميميا بالنسبة لأي منكم؟ فسيد كينسلي ربما قد تتدخل، وإلا فهناك محل متطوعين أردت أن أقدم هنا تعليقا حول سيد راني كون. هو كان أب مسألة رأس مال، فهو أحد أعضاء الجالية المصرية، وقد كتب كتابا في هذا الإطار، وقد قال على أن هناك ثورة كبيرة جدا والتي تتعلق بالتأثير وتأثير الاستثمار، وقد درس عددا من المقاولات، و أيضا بعد ذلك لقد أخذنا هذا المفهوم الذي استعمله وأعدنا دراسة هذه المقاولات من خلال هذا التأثير الاجتماعي. وبالتالي هناك تريليونات من الدولارات في مجال الاستثمار والتي تعتبر محفزة، حيث أن تستعمل عملية تقييم هذه الشركات والاستثمارات معا بناء على تأثير على الاقتصاد، على المجتمع، على العاملين وعلى المناخ. علينا أن نتهيأ لهذا الأمر. فهذه المسألة آتية لا محالة. فقد كنت في وكالة الاستثمار الحكومية والآن، وبالتالي فهو مجال يجب أن يتوجه إليه الجميع. من الذكي أن نتعامل مع هذا الموضوع الآن، إن الأمور ستتزايد وستصبح ذلك العنصر الحاسم في أي استثمارات. هل سينجح الإنسان فيما يتعلق بتأثير الاستثمار؟ هل تتفق مع رأيي على أن الجالية والمغتربين المستثمرين لديهم سمات خاصة من حيث أن كنا نسميهم بأنهم مستثمرين مؤثرين؟ كيف يمكن أن نربط بين مشاركة هؤلاء وتأثيرهم في الاستثمار؟ أود أن أفكر في الجواب أنه نعم، ولكن ليس هناك دليل. هذا الصباح لقد بدأتم بشغف من أجل وضع الأدلة في هذا الإطار، ولكن ربما هناك نوعا ما مردود اقتصادي جيد، فإنهم يريدون أن يشاركوا مع بلدهم الأصلي وما إلى ذلك، ولكن ليست لدي الإحصائيات لأدعم هذه المسألة. ولكن أعتقد على أن هناك تأثير على مستوى الاستثمار ولكن على مستوى المجتمع، ولكن لست أدري أي منهما يمكن كذلك. نعم مطلقا، ولا أعتقد أنه ليس علينا أن نضع المستثمر الذي تحفز فقط الأغراض الاستثمارية، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي. أيضا لعل ما قلته اليوم، وهنا أعود بكم نوعا ما بكم ولكي أشرح كيف يمكن أن نعتبر هؤلاء
المستثمرين كمستثمرين مؤثرين بشكل كثير. لقد رفعت هنري يدك ثم عدت أدرجك هل أم لا، أو أنك لم تعد ترغب في الكلمة؟ حسناً، شكرا جزيلا، فقد رفعت يدي بشكل سريع. لماذا؟ لأن نمع سؤالك قد أريد هنا أن أصوغ سؤالي أكثر هنا، ولكن أعتقد على أن الأمر الذي يمكن أن نقوم بالربط بين المغتربين أو الجاليات مع هذا نوع من الاستثمار، أعني بذلك تأثير الاستثمار كما ذكرنا ذلك من قبل، وهو أن الجاليات يشكلون مجتمعات يمثلون نوع من الجانب المادي لتلك الشركات التي تعمل على المستوى العالمي، مثلا شركات مرتبطة بالسياحة أو وأيضا حتى التحويلات المالية من حيث اختيار المشروع الذي سيستعمل يدخون فيه هذا المال الذي تم تحويله، وذلك قد يكون له تأثير محلي، ولكن لا ننظر إلى الجاليات التي يمكن أن تكون بمثابة الزبون. ربما قد أجيبك على هذا السؤال، ولكن هنا أريد أن أرى رأيكم بالنسبة ما أردت أن أقوله هنا. شكرا جزيلا. لا أعتقد أن لدينا تلك المعرفة والأدلة في هذا الإطار هنا، ونشكر السيد كينغسلي على مشاركته، فهو شريك على المدى البعيد وصديق أيضا الذي قام بتأطير ومساعدتنا على تأطير مقاربتنا في منظمتنا هذه، وقد عمل معنا في مجال الاستثمار وفي مجال التطوع وذلك. فهناك أيضا تدريب في هذا الإطار يوم الاثنين، وأنا أدعوكم للمشاركة معنا يوم الاثنين اثنين. وهنري، فأنا متأسف أنني وضعتك سلطت عليك الضوء، ولكن هذه المسألة كنت أفكر فيها دائما. أنا أعتقد على أن الجاليات عندما نفكر في المستثمرين من الناحية التقليدية فهم هنا لكي يضخوا مالهم لكي يحصلوا على بعض الربح المالي، ثم يقومون بالحسابات، ثم يعملون بتصويب الأمور والمنظومة كلها تتم نوعا ما، المنظومة كلها تعمل في إيجاد الربح المالي، ولكن التنمية ومنظومتها لا زالت مرتبطة بمساهمة الجاليات في الدخل الإجمالي القومي. وبالتالي بالنسبة للتنمية المستدامة فيجب أن نركز على التفكير في المجالات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، ولكن المستثمرين يؤثرون عندما نتحدث عن هؤلاء المهاجرين كمستثمرين مباشرين، فأولئك هم الأشخاص الذين يحسبون استثماراتهم واستراتيجيتها مع أخذ بالاعتبار المخاطر والمجازفات الكبرى، وهم ليسوا مستعدين لكي يجربوا عملية الخسارة في مبادراتهم الاستثمارية، لأنهم يعتقدون على أنه حتى وإن كانت هناك مغامرة كثيرة ولأن البلد بلد الأصلي وهناك مبادرة في البلد الأصلي فإنهم مستعدون لكي يغامروا بهذا الشكل. لذلك فإنها نية موجهة بالربح الكثير، ولكن هذا مجال حديث ويتعلق بكيف يمكن أن نشرك هذه الجاليات للتعامل مع الأمور المرتبطة بتغيرات المناخ ومبادرات صديقة للمناخ والخضراء. شكرا جزيلا. أعتقد أنني أريد أن أفهم هنا إذا ما كانت هناك أي أيدي مرفوعة، ولكن أعتقد على أن هناك نوع من الدردشة التي تحدث هنا باللغة الفرنسية. وكينغسلي، هل لديك أي ملاحظات الآن؟ هل لديك صوت السيدة إيميليا من الفيجي؟ إن أردت يمكنني أن
أن أترجم المساهمة من الفرنسية إلى الإنجليزية بعد ردة فعل السيدة إيميليا لتأكد مما إذا كان الصوت يصلنا، وبعد ذلك ننتقل للنقاشات على مستوى صندوق الدردشة. إيميليا هل تفضلي؟ يصلنا الصوت، تفضلي. أود أن أشكر أشكركم على مبادرتكم بتقاسم التجربة مع الفيجي، فأنا أتفق معكم فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الجاليات المغتربة، وأيضا هذا ما تم وضعه بالنسبة لنا، حيث أننا كلفنا مثلا بإضفاء السمة الرسمية على استثمار هذه الجاليات والمغتربين من أجل مشاركة مهيكلة ومؤسسة، وبالتالي فإنني أتفق معكم بشأن ما قيل، وأن الحكومة عليها أن تتصرف من أجل إضفاء الصبغة الرسمية والمؤسسة بالنسبة لمساهمة هذه الجاليات. أما بالنسبة الأجيال المقبلة، فهناك الكثير من العمل الذي علينا أن نقوم به لكي ندرجهم ونجعلهم ينخرطون، فهذا العمل نقوم به في سيدني وفي لندن. شكرا جزيلا. كل بلد لديه طبعا لائحة من الدول الوصول المحددة، مثلا في المملكة المتحدة أنتم تشاركون مع مجتمعات الجاليات في المملكة المتحدة بصورة خاصة وهي مقربة أو محببة عليكم. عرفنا بأن هناك شريط مصور في النهاية سيكون رسالة إلى الجاليات، ولكن قبل ذلك أطلب من الزميلة تانيا الخبيرة والمشاركة منذ فترة طويلة والأهم في شبكتنا أن تطلعنا على الملاحظات باللغة الفرنسية التي وردت في صندوق الدردشة. ما كان إذن السؤال تانيا؟ في الواقع هذه مساهمة أكثر منه سؤال، فالسيد أمان أدا يشاركنا أن اشتراك أو انخراط الدايسبورا أو الجاليات في التشاد هي في مرحلة ناشئة، ولكن في الوقت نفسه شدد بطريقة غير مباشرة وعلى مستوى فردي، تبقى مشاركة الجاليات من التشاد مساهمة بشكل ملموس في بلد المنشأ، ومهمة بصورة خاصة لمساعدة الأسر والعائلات في التشاد. وبالتالي يمكننا أن نرى مرات عدة أن مشاركة الجاليات تكون على المستوى المحلي في سياق المستوى الأسري ومستوى المجتمعات المحلية في التشاد، ومشاركة مجتمعات الجاليات كما قلت هي لا تزال في بداياتها، والجاليات جاليات المغتربين تهتم بأسرها وبأفراد العائلة في بلد المنشأ. شكرا جزيلا. لم أظن أنه يمكن كتابة كل هذه التعليقات في التشاد، ولكن كان هذا عرض ممتاز للتجربة، تجربة دولة التشاد التي لم تتمكن بعد من حشد الجاليات، ولكن هنالك منظمات وأفراد يعيشون خارج البلاد يكونون مهتمين بدعم بعض المبادرات في بلد المنشأ. وفي هذا نحن نجتمع هنا في سياق القمة العالمية للجاليات 2022 لمشاركة هذه الخبرات ولتحديد بعض الحلول والتحديات المشتركة. وقبل أن نودع هذه الجلسة ونختمها، كان شيق جدا لي أن أكون معكم. أود أن أطلب من الزملاء من فيجي أن يعرضوا الشريط المصور الذي طلبوا منا عرضه كجزء ختامي لهذه الجلسة التي استضافتها حكومة فيجي، ونحن نتوق للبقاء على اتصال معكم جميعا والمشاركة في الجلسات التالية.
والموازية. شكرا جزيلا، ونختم مع الشريط المصور. الشيء الوحيد الذي أفتقده من عائلتي وأنا أعيش في الخارج هو أنني لا أمضي الكثير من الوقت معهم. أنا اشتقت لعائلتي في أستراليا، اشتقت لابني، اشتقت لعمي ويليام في أستراليا، اشتقت إلى ابنتي. ابنتي هي الأبرز والأثمن عندي. إذن اشتقت إلى حبيبتي وهي في فيجي. كنا نذهب ونصطاد معا. ما اشتقت إليه هو جدي وجدتي في أستراليا، هو بلد. واشتقت إلى عناقهم، اشتقت إلى أمي التي تقيم في أستراليا، اشتقت إلى حضورها في البيت. عندما أرى أقربائي من الدول في الخارج أعطيهم معانقة كبيرة، أعانقهم وأطلب منهم أن يزورونا أكثر. عندما يأتي ابن أخي لزيارتي والزوج أو صهر العائلة، أرى صديق قريبتي للي، اشتقت لصيد الأسماك معا. مرت سنوات طويلة وأنا أشتاق لأحبائي. جدتي لوسي وجدي أحبكما، اشتقت إليكما وأمل أن أراكما مع قرير. أمي إن كنت تشاهدين هذا الشريط، اشتقت إليك وأحبك وأمل أن أراك عما قريب. إلى كل العائلات التي تعيش في الغارب، هذه رسالة من فيجي بلدكم الأم. نأمل أن نجتمع معكم مجددا وأنتم في قلبنا. ابقوا بأمان وسلام. مرحبا من فيجي، وإلى اللقاء من فيجي. Thank you everyone. شكرا جميعا. سرنا أن نكون معكم. ننتقل إلى الجلسة التالية وفي اليومين المقبلين المزيد من الاجتماعات، خاصة شكرا لأميليا والحكومات في شيء. ابقوا بسلام وبصحة جيدة، وابقوا على اتصال. بالتوفيق، إلى اللقاء. Bye. Bye.